يعيش النازحون الفلسطينيون اوضاعا ماساويه مع تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه في اسبوعه السابع. يزيد من تدهور الاوضاع دخول فصل الشتاء وندره المساعدات التي يقف الاحتلال حائلا امام دخولها للقطاع. بين الامطار وقذائف الاحتلال الاسرائيلي، يعيش النازحون الفلسطينيون في معاناه شديده حيث فاقمت الامطار الغزيره التي هطلت على قطاع غزه. هموم النازحين في مخيمات خان يونس ورفح. استغاثات كثيرة أطلقها النازحون من غزة المحتلة في مناطق الجنوب كرفح وخان يونس بعدما أغرقت مياه الأمطار الخيام القماشية التي يحتمون بها. إذ تعرضت المدينتان لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى انهيار الخيام وغرق البطاطين التي تبرع بها الأهالي للنازحين من غزة. وفي ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب غزة أثار المطر هلع النازحين الذين استيقظوا ليجدوا ملابسهم التي علقوها لتجف ليلا قد ابتلت تماما بمياه الامطار انبلت مرقه الميه عندي في الخيمه جوا خيمه صغيره عندي ال انفار كلها مترين في مترين ودخلت الميه الملابس انبلت ميه انا مش عارف وين انا أولادي الليله مش عارف شو اسوي الوضع عندي كارثي الوضع صعب انا بتمنى انه من الله انه المطر ما يجيش اليوم علينا والله ما بدنا مطر هالقيه وليش انا مريض السرطان لا في دواء لا في مية زي الناس يعني انا انا مخنوقه من الحياه ليش هيك بصير فينا احنا احنا ليش بصير فينا هيك ليش حالنا زي هيك وسائل بدائيه استخدمها اللاجئون لنزح مياه الامطار لكنها لم تكن كافيه ليعيشوا تحت رحمه الامطار وقذائف الاحتلال وفاقم بدء موسم الامطار واحتمال حدوث فيضانات الخوف من احتمال قصور نظام الصرف الصحي في القطاع المكتظ بالسكان وانتشار الامراض ومع بدايه فصل الشتاء حاملا العواصف والامطار الغزيره وانخفاض درجات الحراره وسط توقعات باطاله امد الحرب يتخوف مئات الالاف من النازحين في جنوب غزه من معاناه جديده تضاف الى ماساه الحرب وفقدان الاحبه تحت الركام والقصف.